نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات وتفتيش واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، حيث قام باعتقال أكثر من 20 طالبا من داخل حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس. وفي مدينة قلقيلية هدم الجيش الإسرائيلي منزلي أسيرين محررين من عائلة أبو صالح بعد اقتحام المدينة. وفي رام الله اقتحم الجيش الإسرائيلي قرى عدة واعتقل عددا من الفلسطينيين وأجرى عمليات تفتيش لمنازل عدة. معنا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس مرحبا بك. الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقالات اليوم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وعلى المقلب الآخر وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم بأن حركة حماس هي التي تريد توسعة رقعة الصراع لتطال الضفة الغربية وحتى القدس. ضعنا في صورة آخر التطورات مما يجري. يعني هذا صحيح، دعينا نبدأ بما انتهيت إليه يا ميشا، حيث قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بأن حركة حماس تريد إشعال الضفة الغربية وإشعال المسجد الأقصى من خلال تفعيل أذرعها وخلاياها في الضفة الغربية، وهذا جاء في سياق حديثه ومطالبته بضرورة معاودة إدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل، وذلك من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وتحويل أموال المقاصة. لكن من وقف في وجهه هذه المرة وككل مرة؟ إيتمار بن غفير، الذي قال له بأنني حذرتك من إدخال العمال الفلسطينيين من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر، وكان ردك نفس الرد بأنك تريد تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطين وهذه هي النتيجة. وقال له يجب عليك أن تستيقظ من هذه الأحلام التي تعيشها. وبالتالي هذا الموقف يشي بأن هناك خلافات كبيرة في المستوى السياسي الإسرائيلي حول موضوعين: موضوع إدخال العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل على المعابر والحدود. هذا في سياق، وفي سياق آخر متصل، عملية الاقتحامات والمداهمات لا تزال مستمرة في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي نفذ العديد منها واعتقل خلالها أكثر من 55 فلسطينيا في الساعات الماضية ميشا، بينهم 25 طالبا. وكان لافتا هذا الاقتحام الكبير الوحشي كما وصفه الفلسطينيون في حرم جامعة النجاح بنابلس، حيث تم اعتقال 25 طالبا كانوا يعتصمون في حرم الجامعة لمطالب طلابية. الجيش الإسرائيلي اعتقلهم، اعتدى على موظفين هناك بالضرب، قام بإحداث تخريب وخراب كبير في بعض مرافق الجامعة. هذا حدا الجامعة وإدارتها إلى إصدار بيان استنكار وإدانة، وقالوا بأنهم سيقاضون إسرائيل ويوكلون محامين للدفاع عن هؤلاء الطلاب. وزارة التعليم العالي قالت بأن هذا انتهاك لحرمة الجامعة وانتهاك للمواثيق الدولية المتعلقة بذلك. إلى جانب ذلك، الآن الفلسطينيون يستعدون هنا في رام الله لتشييع الفتى الذي قتل يوم أمس، إلى جانب فتى آخر برصاص الجيش الإسرائيلي عند مستوطنة بيت إيل، بزعم أنهم كانوا ينوون إلقاء قنبلة على نقطة عسكرية. تم إطلاق النار عليهم، قتل الاثنين، واحد منهم تم تسليمه للإسعاف الفلسطيني وسيتم وراته الثرى بعد قليل، والآخر تم احتجاز جثمانه وحالة من الحداد هنا والإضراب خلال التشيع، هكذا فهمنا من الفصائل الفلسطينية. إلى جانب ذلك، كان هناك اقتحامات لعدد كبير من القرى الفلسطينية في محيط محافظة رام الله ككوبر وجفنة وأيضا بيت ريما. تم مداهمة عدة منازل، من بينها منزل أقدم أسير فلسطيني وهو نائل البرغوثي. تم مصادرة مركبتين للعائلة هناك ومصادرة أموال وإحداث خراب وتدمير في محتويات هذا المنزل. ولا يعرف حتى الآن ما الخلفية التي دعت الجيش الإسرائيلي لاقتحام منزل هذا الأسير الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 40 عاما. بكل الأحوال هناك أيضا كان كما ذكرت هدم لمنزلين في قلقيلية، وأيضا مداهمات واعتقالات في بيت لحم والخليل وفي نابلس وقرى رام الله كما ذكرنا. فراس، يعني حتى الساعة كم بلغت يعني محصلة القتلى الفلسطينيين منذ هجوم السابع من أكتوبر؟ يعني لا سيما أن الضفة كانت من المفترض أن تكون خارج هذه المعارك.
يعني الحصيلة حتى الآن تجاوزت ميشا 340 فلسطينيا تم قتلهم إما على يد الجيش الإسرائيلي أو على يد مستوطنين إسرائيليين، وهذا رقم في فترة زمنية قليلة غير مسبوق، هو الرقم الأكثر دموية في 3 شهور. نتحدث اليوم نحن عن آلاف الجرحى وعشرات آلاف المعتقلين في الضفة الغربية. نعم. منذ بداية العام الماضي حتى نهايته وصل العدد إلى 540 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، تجاوز عدد المعتقلين أو حالات الاعتقال إلى 5850 فلسطينيا أو أكثر، هذا كله. نعم. فقط منذ 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك مراسلنا فراس لطفي من رام الله.